الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: لهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجبا على جميع الأنام. قال: لما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي بين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله. وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل. نعم. وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد، فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان. الله. وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان، وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين. مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من خطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوق عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوق فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وأجروا فيه لذيذ الرقاد، وفرقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والبلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسل أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشات الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاسات الأهوال الصعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا، يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمور مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله وأوكلها المشركون. نعم، هذا كلام جميل جدا من ابن تيمية، كلام عظيم مفاده عمق علم هذا الشيخ والنظر الدقيق في تحقيق مقاصد الشرع. نقول أهم مقاصد الشريعة حفظ الدين، من أهم مقاصد الشريعة حفظ الدين، ولذلك نقول بأن أعظم مقاصد الشرع على الإطلاق هي حفظ الدين، والدين هو الكتاب والسنة، والدين هو الكتاب والسنة. فحفظ الدين يتمثل في حفظ الكتاب والسنة، وحفظ الكتاب له نوعان: حفظ النقل وحفظ اللفظ، حفظ النقل واللفظ وحفظ المعنى. وكذلك السنة حفظها حفظ النقل وحفظ اللفظ والمعنى. أما الكتاب فقد كفانا الله جل في علاه، فإن الأمة اجتمعت ونقلته بالتواتر، فحفظ النقل لا كلام فيه، ما أحد يستطيع يتكلم لنا ويقول في مسألة ما جاءنا من القرآن يعني هو ظني أو غير ظني، هو بالتواتر. لا يكون قرآنا إلا ما نقل لنا بالتواتر، هو أصلا لا يكون قرآنا إلا ما نقل لنا بالتواتر. هذا حفظ النقل، فلم يطمع الشيطان في ذلك، ولم يطمع أحد في هذا التحريف، ما استطاعوا إلى ذلك يعني سبيلا، ولذلك قال: لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظي وحروفي. فهنا مسألة حفظ النقل تكفى الله بها، ولأنه القرآن نقل لنا بالتواتر، وقلنا شرط أن يكون القرآن يكون نقل لنا بالتواتر. يبقى الثاني وهو حفظ المعنى، وحفظ المعنى هنا يتأتى بأن الله تعالى ينشئ لهذه الأمة نشأ يبيعون أنفسهم لله جل في علاه، يعيشون جهابدة يحفظ الله بهم القرآن والسنة. فحفظ المعنى في القرآن أن الله تعالى جند جنودا باعوا الغالي والثمين وواصلوا الليل والنهار للبحث والتفتيش والتنقيب والتوثيق والتحرير والتحقيق لحفظ المعنى،
ولأن الهجوم على القرآن هجوما شرسا، هجوم بتأويلات باردة. وما عصي الله بمثل التأويل، أفسد شيء في دين الله جل في علاه التأويل، ما أفسد الدين إلا بالتأويل، وهو على مراتب إن شاء الله أما نتكلم عنه سيأتي. فهنا حفظ القرآن من التأويلات الباطلة، حفظ معاني القرآن، حفظ معاني القرآن. وهذا يتأتى بالذين جندوا أنفسهم لله جل في علاه، يحفظون كلام السلف، يعون ذلك ويضعونه ويدونونه وينشرونه بين الناس، من أن السلف الصالح هم الذين يحفظون معنى القرآن. ولأن الأصل بذلك أن تبحث عن مراد الله في كتابه. والذين اجتهدوا وجدوا لحفظ القرآن وحفظ معاني القرآن اجتهدوا في السنة، لأن السنة هي التي تحفظ معاني القرآن. وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل، فالنبي مبين. وهذا سيأتي إن شاء الله في الجهود الجبارة التي كانت من العلماء لحفظ نقل السنة. ووجدنا أنهم في هذا الباب أتقنوا علوم القرآن، هم من أفردوها بالتصنيف، وعلم القراءات علم بذاته، وعلم أصول التفسير، والاهتمام بنقل التفسير المأثور، كل ذلك من الأسباب التي اتخذها علماؤنا لحفظ المعنى. نشوف ابن تيمية وش يقول. يقول: لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظ حروفي، من ألفاظ وحروفي، لكن طمع الشيطان يدخل التحريف والتبديل في معاني بالتغيير والتأويل. فحفظ التفسير المأثور نوع من أنواع حفظ معنى القرآن، حفظ المعنى. إتقان اللغة العربية من الأساليب التي بها يحفظ المعنى، ولأن المرء يبحث عن مراد الله في كتابه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجهابذة الذين أوقفوا أعمارهم من أجل القرآن، آخرهم عندنا الشنقيطي الإمام العلم صاحب أضواء البيان. انظر، جاء الرجل لا يعرف الفرق بين الدرهم والدينار، ونزل إلى المدينة أو إلى مكة يعني ينشر العلم، وكان ملازما لكتاب الله جل في علاه، عالما بالحديث، متقنا للغة، آية في الأصول، هو الذي فسر القرآن بالقرآن. والكتاب من أعظم الكتب التي كتبت على ذلك أضواء البيان. كل ذلك خدمة للقرآن، كما قال ابن تيمية. قال: ولكن طمع في إيش؟ طمع في إدخال التحريف والتبديل في المعاني، كالروافض والباطنية وغير هؤلاء الذين لهم تأويلات كفرية، أصالة تأويلات كفرية. والأشاعرة أيضا يقولون كتاب الله إلا في علاه تحريفا، ومنهم من يضرب بعضه بعضا. هذا بالنسبة للقرآن إجمالا، ولأن هذا كما قلنا من أعظم مقاصد الدين، حفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة. الثاني السنة. السنة نقلت لنا بمراتب. السنة نقل لنا بالمتواتر، وهذا كالقرآن لا يدخل التحريف في لفظه، والباقي أحاد. وهذه أيضا التي طمع الشيطان أن يدخل فيها التحريف والتبديل، ولذلك جاء الوضعون والكذابون، سواء بقى من طلبوا الدنيا أو طلبوا المال أو طلبوا الوجاهة أو كانت شيطنة من المستشرقين، وضعوا أحاديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التلبيس على الأمة. فطمعوا في تبديل اللفظ وتبديل المعنى. فجاءوا علماء الحديث الذين باعوا أنفسهم، كما وصفهم ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه، باعوا أنفسهم لحفظ الدين، لحفظ سنة سيد المرسلين. الأمير عندما صلب الوضاع قال: ماذا تفعل بأحاديث كذا وكذا، وأنه وضعها في على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعيش لها جابزة. قال: يعيش لها الجابزة، أين أنت من الزهري، من المبارك الفزار؟ شوف، قال له تصريحا: أين أنت من هؤلاء جابزة أنفقوا الأعمار والغالي والثمين من أجل حفظ الدين، حفظ السنة. ومنهم من رحلوا لم يطعموا طعاما ولم يشربوا شرابا، لم يهنأوا بفراش، من أجل الجمع والترتيب والحفظ، ثم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باعوا أعمارهم جميعا لله جل في علاه، أقوام خلقهم الله لنفسه، خلقهم الله له. ولذلك نحن مع موعد إلى نتف في هذه الأسابيع،
حتى نعرف قدر علمائنا. احنا نتكلم بس اسم بس نتكلم عن ابن عينة الثوري كانها اسماء بتتلى هكذا ولا نعرف لهم تعظيما ولا قدرا. القوم باعوا انفسهم لله جل في علاه. لك ان تعلم فضل هؤلاء بامرأة تقول لابنها لا تعمل، انا ساغزل خيط، انا ساغزل وابيع وانت تطلب الحديث، لا تعمل، لا تشغل نفسك، ما اريدك الا لله. جهزته لله جل في علاه. لك ان تتخيل بأمة فيها مثل هذا الرجل امه تغزل عليه وتبيع وتقول لا تشغل نفسك بشيء، ما عليك الا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون اسد السنه هذا؟ ولذلك صار هذا الرجل، صار هذا الطفل هو امير المؤمنين في الحديث، صار هذا الطفل هو امير المؤمنين في الحديث. لك ان تتخيل بامراه تاخذ طفلا صغيرا وتهندمه ويلبس الثياب وتعممه عمامه، صغير لسه طفل صغير، تعممه وتقول اذهب اجلس في مجلس ربيع الراي، وربيع الراي الناس يعني تملا المجلس. فتخيل الرجال يلتفون حول ربيعه وامم يجلسون امامه وهذا تعممه امه وتدخله صغير هكذا يدخل بالعمامه الى المجلس. فتقول تعلم من هديه وسمته ودله قبل ان تعلم العلم. اخرجت لنا رجلا فحلا قال فيه الامام الشافعي اذا ذكر حديث فمالك النجم، وقال اصح الكتب على كتاب الله الموطأ، طبعا ما كانش عاصر البخاري. ولك ان تتخيل بامراه ذهبت من فلسطين بطفل صغير من سنتين ورمته في الحجاز يتعلم لغه الحجاز واللغه العربيه، ثم بعد ذلك يتعلم الفقه والحديث، كيف يخرج ونسب المطلب الامام الشافعي؟ فاذا نرى بان الناس باعوا الغالي والثمين، عاشوا لله، ما عرفوا شيئا عن الدنيا وما ارادوها. هؤلاء القوم الذين جندهم الله جل في علاه من اجل تحقيق قول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لذلك لما قال له ماذا تفعلون بهذه الاحاديث الموضوعه قال عيش لها الجهابذه، من انت؟ هناك اناس الله تعالى قد جندهم لذلك. شوفوا حتى ولاه الامور يعرفون الفضل في هذا. قال له يعيش لها الجهابذه، وانت ترى ولي الامر هنا يريد ان يعني ان ان يعني ان يقتله من اجل انه وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. حبذا ولاه الامور في هذه العصور ان تهتم بالسنه وان تنشرها وان تهتم بطلبه العلم الذين يهتمون بالسنه وان تجعلهم نبراسا للناس وتقدمهم على جميع الناس حتى يكون الامر في ميزانهم، حتى يعطيهم الله جل في علاه الدنيا التي يريدونها والاخره، يعطيهم الدنيا والاخره. شوف كيف وصف اهل الحديث اهل الحديث الذين باعوا الغالي والثمين والذين انفذوا العماره وجدوا واجتهدوا من اجل حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء قوم، الحاكم النسابوري يقول هؤلاء قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطان وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار. جعلوا المساجد بيوتهم، الله الله، جعلوا المساجد بيوتهم. ولذلك أنا أقول أي أحد يتصدر سنقول له ماذا كيف طلبت؟ أين طلبت؟ كيف طلبت؟ أين طلبت؟ ومع من طلبت؟ وكم ضاقت عليك الدنيا وأنت تطلب العلم؟ ماذا فعلت؟ يقول جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينهم تكاوم وبواريها فرشهم نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غداءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوفهم المداد ونومهم السهاد وإطلاؤهم الضياء وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس.
فعقولهم بلدادة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم، ويعلمون الواء والبراء في هذا الباب. قال الحافظ الخطيب البغدادي: وقد جعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، كل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم لا يعوجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه، والعدول حفظة الدين وخزنته، أوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلته ومخصوص بفضيلة وزاهد في قبيلة ومخصوص في بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وكل الإفصاح وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. الله أكبر، هذا كلام من ذهب. يقول: لا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. قال: وقد جعل رب العالمين لطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلا إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا حق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها. قوم خلقهم الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك كانوا لا يقنعون بسماع الحديث بالنزول، وكانوا يرحلون الليالي العدة، كما قال ابن المسيب: قال: كنت أرحل الليالي العدة من أجل تحصيل الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرض الآخرة مني لأتيته، ولو تكلفت أن آتي. وكان يقول: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه لتجشمت الصعاب للوصول إليه. وباب الخطيب في كتابه الرحلة في طلب الحديث قال: ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين. وذكر عن جابر بن عبد الله أنه سافر شهرا من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وعلم أن هذا الحديث عند عبد الله بن أنيس يمكن يأخذه بنزول، لا، رحل وركب وذهب إلى المدينة شهرا كاملا ليأخذ الحديث. الإخوة يجلسون في النت يأتيهم العلم، ولذلك لا أكثر أهل النت لا يتعلمون إلا طبعا الفضلاء الفصحاء طلاب العلم الذين معنا الذين يحرصون، لكن أكثر أهل النت لا يتعلمون، جالس في بيتي لا يتعنى ويأتي العلم فيزهد فيه. وكما رأينا هذه المرأة المغفلة البائسة التعيسة هذه التي صدها الله عن المجالس، وتقول: أنا لا أجلس، إن فلانا له ذنب،
وأنت أيتها الملك الملك الكبير أيتها العفيفة الطاهرة التي لم يخالط لحظك ولا لفظك أي معصية، وحتى أنفاسك كلها طاعة، وأنت ملأت البيت ورودا وعطرا من الطاعة لله جل في علاه. ألا تخشين أن يغرقك الله جل في علاه في معصيك يا غبية يا امرأة هبلة مستهبلة غبية؟ وتقول ده بتقول لأخرى لا لا تسمعي، وإلا هجرتك في الله، هجرتك في الله يا مغفلة يا تعيسة يا مهبولة يا مخبولة يا أنت غبية. تعلمي في هذا الباب. شوف أنت أصلا أقول ناس كانوا يرحلون شهرا ليأخذونا، لما أعطاه حديث في صحيح مسلم لما قال له والله تضرب لها أجواد الإبل أخذتها بلا مقابل، يعني احمد الله بقى أنت أخذت كنزا يضربون له أجواد الإبل حتى يصل إليه. والله أكبر. شوف حماة الأمانة تقول والله نحن النساء لو استطعنا لو أكثر من ذلك لجلسنا تحت أقدام العلماء. الله الله الحمد لله. أنا ما أقول عليكن ولا على عليكم، أنتم أهل فضل وأهل. أنا بتكلم على المغفرين كالمرأة المهبولة التي يعني أصابها مس الشيطان، مس الشيطان بس فقد هي شيطان أصلا، أصابها مس الشيطان فاستغفرت نفسها ففعلت ما فعلت وقالت ما قالت. أنا أتكلم على الذين يرون العلم يأتيهم هكذا، فلما يأتيهم هكذا يترفعون فلا يستفيدون. شوف يعني رحلة جابر شهرا كاملا، العبد بن أنيس يعني من أجل أن يأخذ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله غيره وغير عقبة، فخرج عليه أبو أيوب يرحل حتى يذهب إليه. وكثرت رحلات عن التابعين لا تحصى. من ذلك يروى عن أبي العالية قال كنا نسمع الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، فلم نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم، هكذا عن الشعب وسعيد بن مسيب وأبي قلابة ومسروق. قال عبد الله بن أحمد خرج أبي إلى طوس ماشيا وخرج إلى اليمن ماشيا. ما احنا أصلا الأولى ندعو الله أن يميتنا على خير وعلى الإسلام وننتهي أفضل، لأن هذا لو قارنا الله بهم لفضحنا فضيحة ليس بعدها فضيحة. ولو سألنا ربنا ما فعلتم لديني، ما فعلتم لسنة النبي التي جاءكم وقد تحمل المشقة مع أصحابه ليصل إليكم هذا الدين غدا طريا، ما فعلتم لو، ماذا سنقول؟ لو أخذنا وأخذ بس الأئمة الأربعة يعني يقارن بين ما نحن فيه وبين ما هم ما كانوا عليه، ماذا سنكون؟ كيف سيكون الأمر علينا؟ الأمر صعب، الأمر شاق، الأمر صعيب جدا جدا. فعن أبي قلابة قال أقمت في المدينة مالي بها حاجة إلا رجل عنده حديث واحد لأسمعه منه. المدينة بأسرها ما له أي حاجة، فقط أنه علم أن هناك من له حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجلس ينتظر ويأتي ليأخذ منه حديث ويمشي. على مان بن أبي عياش قال لي أبو معشر الكوفي خرجت من الكوفة إليك إلى البصر في حديث بلغني عنك، قال فحدثته به. في تاريخ بغداد يحكي عن مسلم بن الحجاج قال قد ارتحل الإمام مسلم إلى العراق وسمع عبد الله بن مسلمة وإلى خراسان، فسمع ابن راهوي وبالري من محمد بن مهران وبالحجاز من سعيد بن منصور وغيره وبمصر عمرو بن سوادة وحرمال بن يحيى وآخرين وخلائق كثيرين، وتكررت زيارته إلى بغداد. أما رحلات التابعين في طلب الحديث التثبت منه عجب عن سعيد بن مسيب قال كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. عن أبي عثمان النهدي محمد مل قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه حديث إن الله لا يكتب لعبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف حسنة، فحججت ذلك العام ولم أكن أريد الحج إلا للقائه. شوف لهم منافع وهذا دي أعظم منافع، إلا للقائه في هذا الحديث. فأتيت أبا هريرة فقلت يا أبا هريرة بلغني عنك حديث فحججته ولم أكن أريد الحج إلا لألقاك، فحدثه به أبو هريرة رضي الله عنه. يقول شوف حججته، هو يقول هنا يعني حج أكثر من حجة. قال وما حججت هذا العام إلا لهذا الحديث أن الله يكتب بالحسنة الواحدة ألف حسنة. وعن عبد الله بن فيروز الدايلمي قال بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى الطائف أسأله عنه. وابن الدايلمي كان وين لما ذهب لعبد الله بن عمرو العاص في الطائف؟ الطائف دي وين الطائف؟ نعم
طائف طائف بعيد عن مكة بمرحلة مرحلتين أعتقد. ابن الديلمي كان وين؟ كان في فلسطين. يركب بغلته ويمشي. أما أحمد بن حنبل أكثر رحلاته كان ماشيا. وما كان ماشيا فقط كان أكارا. يعني يحمل لناس الأمتعة ليأكل ويشرب ويتبلغ المكان الذي يأتي بليل ليسمع. هذا أمام أهل السنة والجماعة الذي هو يزن أمة بعده. يا واحد زي أحمد يزن أمة بعده. يعمل أكارا أجيرا من أجل أن يحمي أن يحملوه إلى المكان الذي يريد أن يسمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم حقا رأى الله منهم الصدق فرفعهم. لذلك أحمد إمام أهل السنة والجماعة. قال أحمد أنت تسألني عن أحمد، أحمد يسأل عنه الناس، أحمد إمام أهل السنة. قال أحمد أمام الدنيا. عن أبي قلابة بن عبد الله بن زيد قال أقمت بالمدينة ثلاثا فما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه أنه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقمت بها حتى جاء فأخذت منه الحديث ورحلت. حدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له أعطيتك هذا الحديث بغير شيء وإن كان الراكب لا يركب إلى المدينة فيما دونه. وعن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أشكلت عليه خالدا فيها. قال فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألت عنه رحلت إلى ابن عباس فسألت عنه. ورحل الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة ليسأل كعب بن عجرة عما افتدى به عندما حلق رأسه في عمرته عام الحديبية. السماع بعلوم. وعن بسر ابن عبيد الله الحضرمي قال إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وتتبع شعبة بن الحجاج حديثا واحدا فرحل بسببه إلى مكة والمدينة والبصر حديث واحد اللي صفع به صفع الرجل فيه على الراوي على وجهه. رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة وبعد هذه الرحلة الشاقة وجد غير صحيح فأسف لذلك. قال لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب لي من أهلي ومالي والناس أجمعين. أنا أريد بس الكلمة قف معها. قال لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. هؤلاء القوم صدقوا محبة الله وصدقوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان يشغلهم عن دين الله جل في علاه شيء، نزعه الله من الناس ونزع الناس منهم. وإن سألتني عن صفات من اصطفاهم الله جل في علاه لدينه أقول قوم نزعهم الله من الناس ونزع الناس منهم. هذا ما في أبلغ من هذا الوصف. إذا قلت القوم الذين يقال فيهم خلقهم الله له أو أن القوم اصطفاهم الله جل في علاه العمل لدينه، ما هي أهم الصفات والسمات التي يمكن أن أتصف بها؟ أقول نزعهم الله من الناس ونزع الناس منهم. وإن سألتني عن صفات من اصطفاهم الله جل في علاه لدينه أقول قوم نزعهم الله من الناس ونزع الناس منهم. هذا ما في أبلغ من هذا الوصف. إذا قلت القوم الذين يقال فيهم خلقهم الله له أو أن القوم اصطفاهم الله جل في علاه العمل لدينه، ما هي أهم الصفات والسمات التي يمكن أن تصف بها؟ أقول نزعهم الله من الناس ونزع الناس منه. يعني لك أن تقول هو منزوع الدنيا. قال مكحول الدمشقي كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل. جاء في ترجمة الإمام عبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني ذكر المالكي عنه أنه رحل قديما فلقي الشيوخ والفقهاء قال وهناك سمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة مدونة وقال إنها نحو 10,000 مسألة. ده عندنا الأخ بيتعلم 3 مسائل ويقول لها النجالة وطلع السنايا بيقف للناس ويقول يا أرض يا أرض إيه هدي مالك إيه تهدي مالك أدي يا زول يعني نعم. قال لقي مالكا نعم لقي مالكا وتفقى عنده وسمع منه. وأما خبر المتقدم مع مالك فإنما كان في سفرته الثانية بعد خروجه من القيروان وسقش عليه من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده على رأسي فدمى أو وقع الدماء نازل الدماء يعني. قال فاختر الأرش أو 300,000 حديث. قلت الحديث. قال فحديث يعني هو الرجل كان يموت وقع على رأسه اتفتحت ودماءه بتسهيل. قال إما تأخذ الأرش ها أو تأخذ أحاديث. قال لا الحديث دماء تسيل بس الحديث أهم شيء الحديث.
قال فحدثني قال ولما أتيت الكوفة وأكثر يعني أملى السماع قال وأكثر ما تأملت أو أملي أكثر أن أسمع من الأعمش. فسألت عنه فقيل له غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. قال فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه. إذ فتحت يوما بابه وخرجت من فتحت يوم أو فتح بابه يوما وخرجت منه جارية فقالت لي ما بالك على بابنا, يعني كل يوم أنت كما يقول إيه ملتصق بالباب يعني ما لك على بابنا. فأعلمتها بخبري. قالت وأين بلدك؟ قلت إفريقيا. فانشرحت إلي وقالت تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا. فتأملتني ثم قالت عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة. فصارت إلى الأعمش وقالت له ووليدي الذي كنت أخبرتك بخبره بالباب. فأمر بإدخالي فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيتي فسمعت منه وحدثني. شوف كرامة لمن؟ لجارية عنده. يبقى بخت من إيه؟ مش قال له الشفاعة المسطورة لك الشفاعة العارية؟ ها؟ شفاعة المتزل غير إيه؟ طبعا. وعن المؤمن بن إسماعيل أنه ذكر عنده حديث أو ذكر عنده حديث الذي يروى عن أبي ابن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن. فقال قد حدثني الرجل ثقة سماه. قال أتيت المدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له حدثني. فقال الرجل الذي سمعنا منه هو بواسط. قال فأتيت واسط فلقيت الشيخ فقلت إني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ. قال إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء. قال فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء فقلت له حدثني. فقال الشيخ الذي سمعت منه هو بعبدان. أربعة كل واحد يقول له الذي سمعت منه هناك 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 وهو يدور معهم. قال فأتيت عبدان. قال فهو بعبدان. قال فأتيت عبدان فلقيت الشيخ فقلت له اتق الله ما حال هذا الحديث ما حال هذا الحديث. أتيت المدائن فقصصت عليه ثم واسطا ثم البصرة فدللت عليك وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتوا فأخبرني بقصة هذا الحديث. فقال إن اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزايدوا فيه وأخذوا في هذه الحديث فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيها. وهكذا أثمرت هذه الرحلة الطويلة ببيان زيف الحديث. المهم أنه لما لف ودار كل هذا وصل إنه ليس إيه؟ ليس بثابت. كيف فعل وأنجز لهذه الأمة؟ كيف حصن هذه الأمة من الزيف وإدخال الأحاديث؟ لذلك هؤلاء باعوا أنفسهم بيعا تاما لله جل في علاه. صدقوا فصدقهم الله جل في علاه. يقول أبو زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. قيل وما أدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال حذرنا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ 700,000 حديث فيما يتعلق بالأحكام. وقال ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه وما رأيت أكمل منه. اجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير. وهو أحفظ مني وما رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ منه. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يذاكر بألفي ألف حديث. وقال منها ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد وما رأيت مثله ما رأيت مثله في عمله وفقه وزهدي وورعي. قال الهيثم الجميل إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه. الله أكبر. يتفرسون في العلماء. أحمد يقول عن نفسي رحلت في طلب العلم والسنة إلى الصغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز. أنا هتعب أصلا من البلاد اللي بتكلم عنها. هتعب من عد البلاد. والإخوة جالسين هنا القدم على القدم والقهوة والنسكافيه وجالسين في النت أعظم ما يكون راحة. لذلك فشو القلم المسألة عظيمة جدا جدا. نجلس له ونسمع. انظر لذلك تكاثر الهمج الرعاع تكاثر. لما يدخل عليك واحد امبارح رجل دخل مش فاهم شيء بيتكلم كأنه لبن رايب مقطع. يا ابني فاهم مش فاهم شيء. المهم بيتكلم انتقاد يقول لي طب الناس انتقدوا الناس قالوا كحلها وعماها والناس قالوا عماشة وحناشة وجهل مركب. وقلت له لو الناس دول أصلا عارفوا فضل العلم لو عارفوا كيف أن الأعمار بتفنى لطلب العلم لو علموا يعني أنا لو قلت لهم طلب العلم كيف كنا نطلب العلم صغارا والله يعني يستحون على أنفسهم أن يجلسوا.
يعلم الله من نعومة الأنصار يوم أن من الله علينا بذلك. أنا ما كنت ما كان عندي طعام ولا شراب ولا حتى عندي أموال أذهب بها، كنت أذهب للمساجد ماشيا. تعرفون هنا من كرموز لسيدي بشر، أنا كنت أخذ أذهب للمسجد ماشيا. يعني كم كيلو هذه؟ في حد يعرف مطرة بال متأكد؟ ده الضفدع الصغير بتاعنا اللي هو بتاع العجل، طلع بكل شوية يطلع الرجل من قدامه بص كده ليه طالع من قدامنا 12 صح كده؟ أنا كنت أذهب إلى هناك ماشيا، ما 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 أركب وأدور على المجالس ماشيا، ما أركب، ما عندي شيء. حتى لما عملت كنت أعطي المال لأمي وأمشي أيضا فارغ المال. بعد ذلك ذهبت إلى أماكن أخرى، كنت أنام في الشوارع، ما أجد نومة أنام عليها. حتى نومي في المساجد طردونا، أبار باكستاني قال لي انظر، قلت له مش مستطيع أموت. قال أنا تعالى الضيافة 3 أيام، بعدها ما في ضيافة، في صدقة. قلت له ضيفني يوما واحدا أنام، بس أنام أشتم النوم. أكرمني باكستاني، أكرمني وأعطاني قميصا. بعد الثالثة وجدته بيفتح الباب، نعم، قال اخرج يا ابن اخرج 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 انت شايفني جلني لبست اخرج ليش؟ قال انتهى توقيتك، انتهى خلاص، انتهى الموضوع، هذا ما عندنا. حتى جاء باكستاني اخر رآني وراء معي كتاب، قال ما هذا؟ قلت له هذا كتاب كذا. قال انت ممن يتعلمون؟ قلت له نعم. قال انت طالب علم؟ قال نعم. فذهب الرجل قال له انا استأجر هذه الغرفة لهذا الولد، والله الذي لا اله الا هو. فأين أنتم أصلا؟ يعني تجلسون تتكلمون وترجعون طلبة علم والعلماء وأنتم على خواء، همج رعاع، لا تعرفون شيئا ولا تعرفون كيف أنفد عمره طالب العلم من أجل طلب العلم. ها يعني ألا تفهمون؟ ألا تفقهون؟ لذلك أردنا أن نبين أن الله خلق خلقا له لحفظ الدين، ويكون حفظ الدين، لأنه ما فيش شيء اسمه ما يطلبه المستمعون، ما فيش شيء الواقع، إحنا الواقع وعنغير الواقع اللي احنا فيه، لابد تغييره، وجوبا تغييره، ووجوبا تعليم الهمج الرعاع ان يعرفوا قدر العلماء وان يتقوا الله ربهم لينصروا الدين، حتى لا يكونوا سببا في الطمه الكبرى او تمطر علينا السماء حجاره. شوف يقول احمد، يقول رحلت في طلب العلم والسنه، وهذا ولله الحمد ما تركت مكانا الا وذهبت اليه، ولو استطعت ان اذهب اجوب البلاد لفعلت، لكني ما استطعت لأنني يعني في حرج علينا. المسلم كان يدور كيف ما شاء، لابد أن. وبعدين أنا كان معايا بزبور طويل، كان طويل جدا البزبور قبل أن يظهر عندكم، هذا كان كل ما واحد يشوف البزبور كذا يقول لك قاعد على جنب شوية يعني لازم أنا أصل آخر الناس. فكنت أدخل في البلاد التي أستطيع أدخل فيها، والله جل في علاه جعلني أجوب الأرض بعد ذلك أعلم. ماليزيا، اندونيسيا، اوروبا، امريكا، الله اخذني الى هناك لاعلم، وفي كل مكان جعل الله لي طلبة علم هناك بفضل من ربي ونعم. الى الان تواصل مع ماليزيا ومع اوروبا ومع الى الان بفضل الله جل وعلاه. فكان الامل فقط التقاء بالمشايخ، والحمد لله جميع الجنسيات جلست تعلمت على يديه، جميع الجنسيات، المصري، الشامي، السوداني، أو حتى الزول السوداني، والوحيد اللي تعرف عليه السوداني، قال لي تعالى يا محمد يا حسن، هو وجد مني الحمد لله، قال لي انت منين؟ قلت له من مصر، قال لي اعرف، مصر ام الدنيا، قال انا السوداني والسودان ابوها وابو الدنيا له الكلمه، قلت له فوق راسي هو يظهر كان تعبان من الطلبه المصريين تعبينه جدا فطلع عليها، لكن كان فرضي، كان رجل فحل من فحول السودان، وكان هو الحكم في قضية المهدي، اسمه حسين المهلاوي. ها هو حي؟ ما الله روح بقى دور عليها يا جماعه، انا ادعو له الان، لكن لا ادري والله في هذا الباب. وكان طبعا دكتور مصر والسعودي، دكتور مصر غرم السعوديه، اخذت من الكثير من العلماء، حتى العلماء الكبار اخذت منهم سماعا لا مباشره، لكن في الحرم كل عمره وكل حج 20 سنه وانا اسمع للشيخ صالح العثيمين في يعني اكثر من 15 سنه اسمع له في هذا وذاك بفضل من ربنا ونعم. نهيك بقى على المشايخ كلها المحققين والمحدثين والاصوليين، كان انا درست على الاصول على مصري وشاوس وسوداني وهندي. في النهايه الهندي قال لي بني انت تذهب، انت يقرا عليك، انت لا تقرا على احد.
بفضل من ربي كنت أقرأ عليه شهادة الفحول. الغرض المقصود في هذا الباب أفنى وأعمرهم لله جل وعلا، نزع الله الدنيا من نزع الله الناس منهم ونزعهم من الناس. فلابد أن يعرفوا قدر علمائهم. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، كانت هذه كلمة قلتها عندما قالوا لي يعني أنه هناك خطبة فخطبها شيخ أنا أحبه جدا، لكن وهو بيخطب يقول: ومات اليوم رجل من أهل السنة في السعودية كان يفتي كثيرا اسمه ابن باز. أنا جات لي صاعقة صاعقة، فكان الدرس في الليل، قلت: أو ابن باز يقال رجل ومات هناك؟ فطبعا أصلا مات، ملكت نفسي بكيت بكاء شديد جدا، حتى كل من درسوا أيضا تحت في النساء كانوا يعني البكاء كان شديد جدا، عشان يعرفوا قدر العالم الذي لا يعرف قدر أمة لا تعرف. أنا صددت الباب بقولي: أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. قال: ما يهم قدر يا رجب، دكتور رجب، أنا ما بتكلمش عداك، أنا بتكلم عشان يعرفوا العلم كيف يؤخذ. عشان غيرها كل واحد بيتنطع بقول له: تعالالي عرفني كيف طلبت العلم، على من طلبت العلم، عرفني بس على من طلبت العلم وكيف طلبت. فقال: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الصغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقيين. قال: جميعا، وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. وقال: استفاد منا الشافعي أكثر من ما استفدنا منه. يعني كلام على شيخي ويقول استفاد منا، طبعا هو قال له إن جاءك الحديث إيش يمنيا أو شاميا، لكن ما قال حجازيا لأنه أعلم منه بحديث أهل الحجاز. طبعا بقي ابن مخلد ضرب الأروع الأمثلة على ذلك، رجل يمشي من الدرس ماشي لا يأكل إلا ورق الشجر من أجل أن يسمع الحديث. وبعدين يأتي في سورة شحاذ إلى أحمد بن حنبل فيأخذ منه الحديث. هذه مسألة لا تراها عند أحد، وهذا أخرس الجميع. بقي ابن مخلد أخرس الجميع، أراد أن يبين لهم ما العلم وكيف العلم وكيف أخذ العلم عن العلماء عن الكبار. شحاذ ما عنده طعام ولا شراب، يأتي من الدرس حافيا ليأخذ العلم. تخيلوا واحد مثل هذا، الله جل في علاه أعطاه هذه القوة وهذا الصبر من أجل أن يطلب العلم. أمر عجيب، أمر جلل. الهيثم بن جميل البغدادي قال: كان كثير الارتحال في طلب الحديث، روى عنه أنه أفلس في طلب الحديث مرتين، ما في كل ما يملكه ينفقه من أجل أن يذهب رحلة لطلب الحديث. يعقوب بن سفيان الفسوي قال: رحل في طلب الحديث إلى الأفاق، وقال: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، وقمت في رحلة 30 سنة. قال أبو زرعة الدمشقي: قادم علينا رجلان من نبلاء الناس، أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله. وقال عن نفسي: كنت في رحلتي فقلت نفقتي، فكنت أدمن الكتاب ليلا وأقرأ نهارا، يكتب ينسخ ليلا ويقرأ نهارا. يحيى بن معين وهو علامة الجرح والتعديل قال: الإمام أحمد كان ابن معين أعلمنا بالرجال، وقد خلف له والده ثروة ضخمة مقدارها 1000 درهم و50000 درهم، قال: أنفقتها عن بكرة أبيها في طلب هذا العلم. الحافظ أبو حاتم محمد إدريس الرازي قال: بقيت بالبصرة سنة 214 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة أسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. قال: قد بقي معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. هؤلاء حقا أقوام باعوا أنفسهم لله جل في علاه، هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين، طبق الله جل في علاه لنا ما قاله ووعد: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فخلق هؤلاء لحفظ دينهم، قوم خلقهم الله جل في علاه. إذن اصطفاء علم، واصطفاء أيضا في النبلاء الذين عاشوا لدين الله جل في علاه. ثم يأتي همج رعاع لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون، ثم يعني يريدون إهدار مكانة العلماء. تبا لهم ثم تبا، والله وبالله وتالله لا يخزلنهم الله جل في علاه خزلانا مبينا، ولا يمكن أن ترفع لهم راية
ولا تكون لهم قامة حتى يعرفوا قدر علمائهم وحتى يقفوا صفا معظمين قدر العلم والعلماء. وإن الله سيزيد النكاية عليهم حتى يعلموا أن توق النجاة لا يقطع بل لابد أن, 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 أن يرفع ولا بد أن يحافظ عليه. الحافظ الرحال للفضل ابن محمد البيهقي قال ابن المؤمل ما بقي بلد لم يدخل الفضل في طلب الحديث إلا الأندلس. الحافظ محمد بن المسيب قال ما أعلم منبرا من منابر الإسلام بقي علي لم أدخله لسماع الحديث. الله أكبر. وقال محمد إبراهيم الأصبهاني الإمام الحافظ محدث أصبهان طاف الشرق والغرب في الحديث أربع مرات دار الدنيا كما قال ابن المديني أو علي أو يحيى بن معين قال دار أحمد محمد الدنيا مرتين هو دارها معه. محمد إبراهيم الأصبهاني الإمام الحافظ محدث أصبهان طاف الشرق والغرب في الحديث 4 مرات ودخل بيت المقدس 10 مرات. محمد إسحاق الأصبهاني المحدث الحافظ المتقن رحل إلى نيسابور وبغداد ودمشق ومكة ومصر وبخارة ومرو وبلخ ودامت رحلته نحو من 40 عاما وعاد إلى بلدي ومعه 40 حملا من الكتب والأجزاء وكتب عن 1700 شيخ. أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد ومرة بمكة كنت أمشي في الحر فلاحقاني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث وكنت أحمل كتبي على ظهري. هذه صفحات منيرة من صبر العلماء هذه كلها من يعني كتاب المحدث المعاصر وإن كان يعني فيه كلام حقا يعني عنده بعض الحفاظات العقدية لكنه أتحف الناس بهذا الكتاب صبر العلماء في الرحلة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وأسأل الله جل وعلا رحمه رحمة واسعة وأن يغفر لهم ما مضى وأن يجعل الزل الذي كان فيه من الانحراف العقدي مغمورا في بحر حسناته. اللهم أمين رب العالمين. كفى أنه سطر بقلم من ذهب ومن نور هذه الأمور العظيمة يصور لنا كيف الذين خلقهم الله له عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وعلماؤنا هؤلاء كما قلنا ماتوا. الإمام الشافعي عشان يستغربون يقولون أنتم أنا كل ما أفتح أجدك الإمام الشافعي كان يجلس بعد الفجر فيدخل عليه أهل القرآن ثم أهل التفسير ثم أهل الأصول ثم أهل القواعد ثم أهل اللغة ثم أهل الحديث جالس والوسادة تحته تمتلئ دما كان عنده البواسير تمتلئ دما ويجلس وهم يتغيرون عليه. وأنتم تعلمون يعني كان يجلس ينتظر مجلس التحديث فيبول في الطيلسان يخاف قال هو واخد الصف الأول حد يأتي يخطف منه المكان يجلس لا يأكل ولا يشرب أيام 3 ويبول في طيلسانه من أجل ألا يتحرك من مكاني فيلحق الشيخ يسمع منه. وبعد كده تقول لها أنا هجرك في الليل وسمعتي يا مغفلة يا عبيطة يا مستهبلة. والآخر يقول لك أنا يعني أنا كفاية أن أنا جالس بسمع لك يا أخي روح في 60 سلامة بعيد عنا عيش مع الحمير جاهلا ها ستبقى كذلك جاهلا ما دمت لم تعرف مجالس العلم وقدر مجالس العلم. إن الله لا يجعل كرامة لمن لم يكرم دينه. إن الله لا يجعل عظمة ولا وجاهة لمن لم يعرف وجاهة العلماء. مجالس العلم نعمة من نعائم الله التي لا يمكن أن تراها في بقاع الأرض جميعا إلا إذا أراد الله جل وعلا أن تكون من أهلها. وإذا حرمك الله منها فقد حرمك الخير كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة من لم يفقهه الله في الدين لم يرد لو أول الفقه في الدين إيش المجالس. فإن حرم الله المجالس حرمه الفقه في الدين. فانظرون ابن تيمية وهو يقول بأنه الشيطان لم يطمع في تحريف لفظ القرآن طمع في تحريف لفظ السنة بإدخال الحديث عليها باستعمال المستشرقين باستعمال الوضعين الكذابين. لكن سنقول مقولة الأمير كتبت كأنها كتبت في السحاب لغاية دلوقتي. إلى الآن لغاية الراقية سامية إلى الآن نراها ولا تمح عنا. قال يعيش لها الجابدة. وهؤلاء هم الطائفة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ها ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقط حمل العلم عدالة. ألا فلا نامت أعين الجهلاء
ألا فلا ارتفع الخبيث ولا المنافق، ألا فلا فلا انتصر سيء الأدب والمتجرئ على أعراض العلماء في لساني أدعو عليهم، وعمري ما فعلتها على أحد ولا حتى الكفرة، إلا من ظلم إخواني فبدعو بالعموم لا بالعين. لكن أقول يا رب من لا يعلم، من لا يعلم يعني أهل العلم وفضل أهل العلم، اطمس بصيرته على ذلك فلا ينتفع به. وعندما لا ينتفع بهم هذه مشكلته ستكون كبيرة عند الله في خاتمته، بس في خاتمته. لذلك نصيحتي لكل من يجهل العلم والعلماء ويجهل ما يقولون يسكت، يصمت أفضل له. وإن أراد أن يشكل يشكل، وحتى لو بجهل، لكن لا يسيء الأدب ولا ينتقص من القدر ولا يستهزئ بالمكانات، فإن الله جره إلى الخذلان وإلى الخسران. لحكم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقسيم معلومة، ليست بسبوسة بل والله مسمومة. من تجرأ عليها خذله الله جل في علاه. فقط قال الترمذي مجهول، قال ابن حجر، ونادى ابن حزم كل ابن حزم اللي قال في الشوكاني عز الزمان يأتي بمثل، كل ابن حزم قال نادى على نفسي بالخذلان بالجهلان بالجهالة، نادى على نفسي بالجهالة. أن قال الترمذي جهل مجهول. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظ لنا المجالس ويحفظ لنا طلبة العلم ويحفظ علماءنا ويجعلنا من أعظم الناس يعني عملا لدين الله جل في علاه، ونصرا للسنة ورفعا لها، ونصرا للسنة وقامعا للبدعة. اللهم أمين رب العالمين. فتاوى بعد 10 دقائق إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. سلام. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.